الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج حديث الاخبار، هنكون معاكم على مدار ساعتين شادي شاش وانا ريهام السهلي لمتابعه اهم الاخبار محليا ودوليا. اهلا بك يا شادي. اهلا بك يا ريهام. ومشاهدينا الكرام، هنتابع معاكم خلال هذه الحلقه اخر تطورات الازمه الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها من مختلف الجوانب، وده هيكون من خلال مراسلينا وضيوفنا. ونبدا في اخبار هذه الحلقه. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ومن جانبه هنأ الرئيس السيسي يائير لابيد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد. وعلى صعيد عملية السلام، تم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة للأطراف تضم مصر وإسرائيل والرئيس الفلسطيني خلال الفترة القادمة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام. حيث أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بالمنطقة. كما أكد الرئيس السيسي من جانبه مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة. مؤكداً أيضاً على ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة، وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي. كما تناول الاتصال بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية، اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967 حول الجنود المصريين المدفونين في القدس، حيث أكد لابيد أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية، وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في أول أيام التشريق، وأكمل الحجاج رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق. ويقوم الحجاج وحتى 13 من ذي الحجة برمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. يأتي هذا فيما يبدأ الحجاج المتعجلون مغادرة مشعر منى، وذلك بعد رمي الجمرات الثلاث. تواصل أجهزة وزارة الداخلية تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، حيث تطلع كل قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية بتنفيذ الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتحقيق الانضباط والحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة. أولاد بلدنا دول رجال ومخلصين، أمجاد بلدنا ليها قوة أساس متين. ليستمتع المصريون بأجواء احتفالية تحت مظلة من الأمن، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية لتأمين تلك الاحتفالات. تحيا بلدنا عظيمة حرة وقوية، للمجد راية وأمنها ليه التحية، أبطال تضحي بدمها علشان بلادي. فقد انتشرت الخدمات الأمنية في الشوارع والميادين وبمحيط المنشآت الهامة والحيوية وأمام المتنزهات والحدائق العامة وبالمناطق التي تشهد زحاماً في الأعياد. الأمن قوة بالرسالة الإنسانية، خدمات مواطن ليها طفرة مش عادية، أمن وأمن وكل قد المسؤولية. ومع زيادة الكثافات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات، كثفت وزارة الداخلية من الخدمات المرورية عليها لضبط الحركة على تلك الطرق والحفاظ على أمن مرتديها. مصر الأمان لكل واحد ظهر فاضي. الخطة الأمنية شملت تأمين محطات مترو الأنفاق
والسكة الحديد والقطار الكهربائي الجديد، حيث تنتشر الخدمات الأمنية على مداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل القطارات. أولاد بلدنا دول رجال ومخلصين، أمجاد بلدنا ليها قوة أساس متين. وعلى صفحة نهر النيل يستمتع المصريون برحلات نيلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فهو مقصد رئيسي للمحتفلين. لذا كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من إجراءاتها الأمنية لتحقيق الانضباط وضمان التزام أصحاب المراكب والعائمات النيلية بالإجراءات المحددة لها. أبطال خفية للنهار مصممين، ابنوا هدفهم بالعزيمة مكملين. كل تلك الإجراءات يطبقها رجال الشرطة باحترافية شديدة ويقظة تامة لضمان أمن وسلامة المصريين واستمتاعهم بأجواء احتفالية في جو من الأمن والأمان. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كثافت وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية المكثفة على كافة الطرق والمحاور لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري. نتابع. إجراءات أمنية مكثفة وخطط ومتابعات دقيقة اتخذتها وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور خلال فترة الأعياد. ويشهد طريق إسكندرية مطروح الساحلي إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات والأكوال الأمنية على الطريق لتوفير سبل الأمن والأمان والسيولة المرورية. كما تم تزويد الطريق بمعدات مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق، وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئيسي. وبمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخرا من الكيلو 101 إلى الكيلو 156 التي تمت خلالها توسعة الطريق الرئيسي ليصبح 6 حارات، كما تم توسعة الطريق الداعم ليصبح 4 حارات، إضافة إلى إنشاء 9 كباري دورانات لخدمة مرتاد الطريق ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسية إلى الداعم. ومن الداعم إلى الرئيسية. كل كوبري يتكون من 4 مطالع و4 مخارج لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسية، ويكون أمامه 4 اختيارات، إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي أو الدوران، ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس. وقد تم نشر خدمات مرورية أعلى الكباري لتحقيق الانضباط المروري عليهم. الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القرى السياحية والمولات والكيانات التجارية بتلك المنطقة، تتواجد عليه خدمات مرورية لإرشاد المواطنين، ويتكون من 4 حارات ويعمل في الاتجاهين ويفصل بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل أثناء السير. ويوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريق. تم وضع لوحات وعلامات إرشادية على الطريق
توضح السرعات واتجاه السير، حيث أصبحت السرعات المقررة بتلك المنطقة 80 كيلو للطريق الرئيسي و60 كيلو للطريق الداعم و40 كيلو للكباري. وتهيب وزارة الداخلية الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين. ننتقل الآن إلى متابعة آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. أعربت أوكرانيا عن أسفها من قرار كندا بتسليم معدات لخط أنابيب نورد ستريم 1 بين روسيا وألمانيا، وكانت كندا قد أعلنت عزمها السماح بتسليم معدات أو توربينات إلى ألمانيا خاصة بعمل خط أنابيب الغاز الطبيعي الرئيسي الرابط بين روسيا وأوروبا نورد ستريم 1، والذي يخضع حالياً للصيانة. وتأتي الخطوة الكندية قبل أن يتم إغلاق خط نورد ستريم 1 غداً الاثنين للصيانة السنوية، إذ تعقدت عودة التوربينات لهذا الخط والمرسلة إلى مونتريال لإجراء إصلاح شامل مجدول بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. قال المستشار الألماني أولف شولتز إن مسألة تزويد بلاده بموارد الطاقة ستبقى على رأس جدول أعمال الحكومة لفترة طويلة قادمة. وأضاف شولتز أن برلين تحاول الاستعداد قدر الإمكان لنقص محتمل من خلال عدة بدائل تتضمن إنشاء خطوط أنابيب ومحطات للغاز الطبيعي المسال، وكذلك تشغيل مصادر الطاقة المتجددة. في الوقت ذاته موضحا أن هذه الإجراءات ستتواصل حتى بعد موسم الشتاء، ومن المتوقع أن تستمر لأشهر وربما سنوات. أكدت وزيرة حماية المستهلك في ألمانيا ضرورة الاستعداد لما وصفته بالأوقات العصيبة في الشتاء، وذلك في ظل أزمة الطاقة الحالية. وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن الحيلولة دون قطع الكهرباء والغاز تعد أمراً ضرورياً، لافتة إلى أنه من الممكن أن تسمح الوكالة الاتحادية للشبكات لشركات الطاقة في حالة الأزمة المطلقة بتمرير أسعار متزايدة للمستهلكين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الزميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز. أهلا بك عربي، إذا أنت تنضم إلينا ليس فقط عن طريق الصوت ولكن أيضا عن طريق الصورة. عربي، يعني كندا تسلم معدات لخط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا بعد أن كانت يعني موجودة هناك للصيانة في مونتريال، ولكن ما نعرفه أنه هذا الخط سيتوقف لمدة 10 أيام للصيانة، يعني كما يقول المسؤولون. كيف سيؤثر هذا، عدم وجود هذا الخط لمدة 10 أيام، على وضع الطاقة في ألمانيا؟ شادي، من المفترض أن هذا الميعاد هو الميعاد السنوي لعمليات الصيانة التي تجري في مشروع نورد ستريم واحد، والحكومة الألمانية كانت تعلم تماما بهذا الميعاد. لذلك هذا الميعاد بشكل دوري تتفق عليه الحكومة الألمانية مع الحكومة الروسية أو الشركات المشغلة لنورد ستريم واحد، حتى تستعد ألمانيا بالكميات التي لديها من الغاز لتغطية العشرة أيام. هو أمر طبيعي، ولكن التخوف، السيناريو الأسوأ الذي تخاف من الحكومة الألمانية حسب ما قال أولاف شولتز وروبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني المسؤول عن ملف الطاقة في ألمانيا، هو أن تتوقف روسيا عن ضخ الغاز بعد العشرة أيام. من المفترض أن غدا في السادسة صباحا ستتوقف عمليات الضخ
من الجانب الروسي إلى ألمانيا في أهم مشروع لألمانيا والاتحاد الأوروبي بشكل كامل. العشرة أيام ستراقبها الحكومة الألمانية باهتمام شديد، وأيضا الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشكل كامل، لأن الحكومة الألمانية من وجهة نظرها متوقعة سيناريو أسوأ، أن بسبب هي لعبة سياسية من وجهة نظر روبرت هابك، متوقع الحكومة الروسية تتوقف عن ضخ الغاز إلى ألمانيا بسبب العقوبات الغربية بشكل كامل على روسيا، مما ستتسبب في أزمة للصناعة الألمانية بشكل كبير جدا، خاصة للشتاء المقبل. الحقيقة الحكومة الألمانية شالي، دي معلومة مهمة، الحكومة الألمانية هي التي طلبت من كندا بشكل مباشر توريد هذه التوربينات. هناك عقوبات مفروضة من كندا على روسيا، ولا تستطيع كندا أو لا تريد توريد هذه التوربينات التي تقوم بإصلاحها شركة سيمنز الألمانية بفروعها في كندا. وبالتالي الحكومة الألمانية قالت لكندا حتى تتجنبين الحرج، هذه التوربينات ستأتي هنا إلى ألمانيا، وألمانيا هي التي ستورد هذه التوربينات إلى الشركات المشغلة، ومن المفترض أن تبدأ ضخ عمليات ضخ الغاز مرة أخرى في الثاني يوم 22 من شهر يوليو الجاري، إذا بالفعل كانت الحكومة الروسية صادقة على حد تعبير الحكومة الألمانية. الحكومة الروسية قالت عمليات الإصلاح والتوربينة الجديدة ستقوم بضخ كميات أكثر من الكميات التي ضخها نورد ستريم بشكل سنوي. المشروع يضخ 55 مليار متر مكعب بشكل سنوي وتستفيد منهم ألمانيا هنا، ولكن هناك مخاوف من وقف عمليات الضخ بعد 10 أيام. عربي، المستشار الألماني تحدث أيضا عن توفير بدائل يعني لموارد الطاقة تحسبا لأي نقص قد يحدث يعني أو محتمل، كما قال تحديدا في الفترة القادمة، وأضاف أن برلين تحاول استعداد لهذا النقص من خلال عدة بدائل، يعني زي إنشاء خطوط أنابيب محطات للغاز الطبيعي المسال، وأيضا تشغيل مصادر الطاقة المتجددة في ذات الوقت، وقال أن هذه العملية قد تستمر لسنوات أيضا. ما هو وضع هذه الإجراءات؟ يعني إذا كانت تستمر لسنوات، ولكن إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن سيكون هناك بدائل، يعني حتى وإن لم تكن مكتملة، ولكن سيكون هناك بدائل للتعامل مع النقص المحتمل في الشتاء القادم على الأقل؟ بالتأكيد رهام، الحقيقة في نقطتين مهمتين جدا بخصوص هذا الأمر. هي النقطة الأولى هي الخطة بعيدة المدى والخطة قصيرة المدى. الخطة بعيدة المدى التي تكلم عنها أولاف شولز هي استعمال الطاقة النظيفة حسب القانون الجديد، قانون الطاقة الجديد الذي صوت عليه بالإجماع البوندستاغ بأغلبية كبيرة، أن إنتاج الكهرباء والطاقة في ألمانيا بداية من الآن وحتى عام 2030 ستعتمد بنسبة 80% على الطاقة الشمسية والمائية والرياح. دي الخطة بعيدة المدى، ولكن الخطة قصيرة المدى هي الأزمة الحالية. بالتأكيد إذا توقف ضخ الغاز الروسي بعد 10 أيام إلى ألمانيا، كل التأكيدات من المستشار الألماني وأيضا روبرت هابك وزير الاقتصاد وكل خبراء الصناعة والنقابات هنا في ألمانيا، ستكون هناك أزمة صناعية كبيرة جدا وستتوقف صناعات بشكل كامل. الحكومة الألمانية ستعلن المرحلة الثالثة من خطة طوارئ الغاز إذا توقفت عملية الضخ، وسيتم توفير الغاز هنا في ألمانيا للمنازل فقط ودور الرعاية والمستشفيات والشرطة والقوات المسلحة وما إلى ذلك، وهناك صناعات تتوقف بالكامل، صناعات الألبان وصناعات الجبن على سبيل المثال لن تكون موجودة في ألمانيا والأسعار سترتفع، أيضا صناعات الزجاج وصناعات الحديد والصلب وصناعات الكيماوية والأدوية التي ألمانيا مشهور بها بشكل كبير جدا، كل ذلك سيتوقف لفترة محددة. ولكن إنتاج الكهرباء حسب المستشار الألماني خطة قصيرة المدى، تم مد عمل محطات إنتاج الكهرباء التي تعمل بالفحم وليس بالغاز، لأن سوف يتم توفير كميات الغاز الموجودة الآن في ألمانيا للمنازل فقط كما قلت والمستشفيات وما إلى ذلك، ودي الخطة قصيرة المدى، الاعتماد على الفحم وكميات الغاز المخزنة الآن في هنا في ألمانيا. الاحتياط الألماني اللي وصل لتقريبا بعد ما كان 60% نزلنا تاني دلوقتي ل 54% كميات غير كافية للشتاء المقبل، ولكن محطات الغاز المسال التي تبنى الآن في الشمال والتي سيعتمد على السفن التي تأتي من مختلف دول العالم هنا في ألمانيا في المستقبل، دي خطة بعيدة المدى لن تعمل ربما سوى العام القادم، ولكن الأزمة الآن في الستة أشهر القادمة تحديدا في موسم الشتاء والخريف سيتم الاعتماد على الفحم، ولكن هناك صناعات ستتأثر بشكل كبير إذا أوقفت الحكومة الروسية بعد 10 أيام ضخ الغاز لألمانيا. الجميع سيترقب 10 أيام باحتمال كبير. ولكن لماذا يعني يترقب المسؤولون في ألمانيا أن توقف روسيا توريد الغاز بعد 10 أيام؟ يعني هذا لم يخرج على لسان المسؤولين الروس، إذن لماذا تتحسب ألمانيا لذلك؟ يعني الضغط السياسي، هي الضغط السياسي فقط، يعني إذا كانت هذه الصيانة هي صيانة سنوية دورية تستغرق 10 أيام كل سنة، فما هو الجديد يعني؟
الحقيقه الشيء دي الحكومه الالمانيه لديها مخاوف ان يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين او الحكومه الروسيه تتعلل ان عمليات الاصلاح ربما ستمتد الى 3 أسابيع والى شهر وليست 10 أيام، ربما ستقول ان هناك توربينا اخرى او امرا ما في خط الانابيب، لان حسب الفنيين هنا في المانيا خط الانابيب نورد ستريم 1 كان من الممكن بدون صيانه دوريه الان كان من الممكن ان يعمل حتى نهايه هذا العام حتى تتوفر الكميات الكافيه في موسم الشتاء المقبل للحكومه الالمانيه، ولكن الحكومه الروسيه هي التي طلبت تحديدا الان، ولكن نورد ستريم 1 حسب الفنيين الالمان لا يحتاج الى الصيانه في هذه المرحله، وربما من الممكن ان ينتظر حتى نهايه العام، ولكن حسب ما طلب الحكومه الروسيه يجب ان يتم هذا الان. هناك يعني الحقيقه تفسير سياسي ان الحكومه الروسيه كانت لها وجهه نظر في ضرب الوحده الغربية، لأن كندا تفرض عقوبات على روسيا ومن المفترض ألا تقوم بتوريد هذه التوربين. عندما تطلب ألمانيا الآن من كندا بتوريد هذه التوربينة فألمانيا التفت على العقوبات، وستكون هناك أزمة كبيرة عندما تصل هذه التوربينة من وجهة النظر الروسية السياسية، سيكون هناك ضرب للوحدة الغربية وللعقوبات، لأن ألمانيا تدخلت في هذه المرحلة. الحكومة الكندية قالت نحن يعني وافقنا ألمانيا وسنقوم بتوريد هذه التوربينة حتى ننقذ ألمانيا والاتحاد الأوروبي من أزمة الغاز في هذا الموسم تحديدا، حتى يكون هناك غاز متاح. ولكن مخاوف ألمانية قبل العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الألمانية، كان المستشار الألماني أولاف شولز في روسيا وأوكرانيا نتذكر جميعا في شهر فبراير، وأيضا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك كانت في أوكرانيا وفي روسيا قبل العمليات العسكرية، ولافروف وزير الخارجية أكد لوزيرة الخارجية الألمانية لن تكون هناك حربا. أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد المستشار الألماني لن تكون هناك حربا، وعندما عادوا بعد أيام قليلة قامت العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية. هي فترة حرب وعمليات استراتيجية، الحكومة الألمانية متوقعة أن يكون هناك ضغط سياسي استراتيجي من الجانب الروسي. نعم، عربي وزيرة حماية المستهلك في ألمانيا تحدثت أيضا عن ضرورة يعني التحسب أو الاستعداد لأن يكون هناك قطع أو نقص يعني في الغاز والطاقة في الأوقات العصيبة كما وصفتها في الشتاء القادم، وقالت أيضا أنه من الممكن أن يتم السماح للشركات برفع الأسعار يعني التي تقدم للمستهلكين. هل هذا هو الحل الذي سيمنع يعني نقص الطاقة أو أن هناك حلول أخرى أيضا سيتم اتخاذها؟ الحقيقة لأن إذا تم هذا الأمر، إذا تم هذا السيناريو الكابوسي حسب روبرت أبيك وزير الاقتصاد الألماني، الغاز سيكون نادر هنا في ألمانيا بشكل كبير، وبالتالي سترتفع أسعاره، ربما سترتفع إلى 3 أو 4 أضعاف. أيضا الحكومة الألمانية ستضطر إلى شراء كميات بأي أسعار أيا كانت من مختلف دول العالم، غاز بوسال يأتي إلى ألمانيا سريعا بأي سعر، لذلك الأسعار سترتفع بشكل كبير هنا في ألمانيا. ده الحل الوحيد أمام الحكومة الألمانية الآن إذا قامت روسيا بوقف مد الغاز إلى ألمانيا بعد عمليات التصليح. لا يوجد حل آخر سوى الغاز المسال. ارتفاع الأسعار ضربة كبيرة للصناعة الألمانية، ستؤثر على أوروبا أيضا وربما باقي دول العالم. العالم كله مرتبط بشكل كبير اقتصاديا بألمانيا. إذا تم هذا الأمر سيكون هناك تأثير ما يسمى حتى بتأثير الفراشة حسب خبراء الاقتصاد هنا في ألمانيا. ما سيؤثر على ألمانيا سيؤثر تأثير أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وما إلى ذلك، وسترتفع الأسعار بشكل كامل في كل مكان. نعم، عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك. قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن قطع شحنات الغاز الروسي هو السيناريو الأكثر ترجيحا حاليا، وأكد لومير أن وضع الموازنة العامة الفرنسي عند مستوى التأهب بسبب خفض إمدادات الطاقة، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات شجاعة لمواجهة خفض الإمدادات في الطاقة. أوضحت صحيفة لو فيجارو الفرنسية أن رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن اعتبرت أن انقطاع شحنات الغاز من روسيا إلى أوروبا هي فرضية حقيقية، مضيفة في الوقت ذاته أنه يمكن التغلب على صعوبة هذه الأزمة بتعاون الجميع. وعلقت لو فيجارو أن فرنسا لا تزال مثل العديد من جيرانها الأوروبيين تعتمد بشكل كبير على روسيا في إمداداتها من الغاز الطبيعي والنفط، حيث استوردت فرنسا 17% من الغاز و13% من منتجاتها النفطية والبترولية من روسيا في عام 2020. رجحت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ترتفع فواتير الكهرباء للأسر البريطانية إلى أكثر من 3000 جنيه استرليني سنويا في يناير المقبل، ما يهدد ملايين الأشخاص بالفقر.
ونقلت الصحيفة عن توقعات شركة كونويل إنسايت أن الحد الأدنى لسعر الغاز والكهرباء والذي حددته هيئة تنظيم الطاقة البريطانية للمستهلكين سيرتفع من 1971 جنيه استرليني إلى 3245 جنيه في أكتوبر المقبل. وعلق الديلي ميل أن مثل هذه الزيادة في الأسعار يمكن أن تغرق الملايين في بريطانيا في براثن الفقر. أقر وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بأن بلاده تتكبد خسائر فادحة، مطالبا الشركاء الغربيين بالمزيد من الأسلحة لا سيما المدرعات. وقال ريزنيكوف إن أنظمة الصواريخ قصيرة المدى لم تعد مدرجة في قائمة المعدات ذات الأولوية للقوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف تحتاج إلى مدفعيات بعيدة المدى. كشف الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تقوم بنقل معدات عسكرية وصواريخ من طراز كاليبر للجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. وعلى جانب آخر أشار الجيش الأوكراني إلى أنه عقب استعادة السيطرة على جزيرة الأفعى تمكنت القوات من فتح ممر سفن عبر مصب بيستر لنقل المنتجات الزراعية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية تمكنت من إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 100 عنصر في الجيش الأوكراني باستخدام أسلحة عالية الدقة. وأضافت الوزارة أن قواتها قصفت بأسلحة عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة لوحدة المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع الذخيرة في مدينة سلافيانسك، وتدمير أكثر من 1000 قذيفة مدفعية لمدافع هاوتسر أمريكية الصنع. تمكنت القوات الروسية من السيطرة على مناطق جديدة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا. وأشار مسؤولون عسكريون إلى أن القوات الروسية تواصل عملية السيطرة على مدينة سيبريسك، مشيرة إلى أن سيطرة هذه القوات بالفعل على منطقة تسمى غريغورفكا. قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن الوضع في أوكرانيا كان من الممكن تسويته بطرق سلمية، لكنه غير مفيد بالنسبة للولايات المتحدة. وأضاف فولودين أن زعماء الدول الأوروبية لا يمكنهم اليوم التعبير عن رأيهم فيما يحدث وخاصة في أوروبا، مشيرا إلى أنهم يوافقون على كل شيء بضغط من واشنطن. أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتحقق، وسيكتمل تنفيذها بما في ذلك حماية مواطني دونباس ونزع سلاح أوكرانيا. وقال ميدفيديف إن الغرب بات يحسب حسابا حقيقيا لروسيا كما كان الحال مع الاتحاد السوفيتي، مضيفا أن أساليب التعامل مع روسيا اختلفت بعد النجاح الذي حققته في العملية العسكرية بأوكرانيا، ومشيرا إلى أنه من الضروري احترام مصالح روسيا بوصفها دولة عظمى. للمزيد ينضم إلينا من موسكو حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. حسين أهلا بك، وفي البداية أطلعنا على الجديد فيما يخص التطورات الميدانية، خصوصا طبعا أنه هناك عدد من البيانات والأرقام التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية، ولكن ما هو الأبرز اليوم؟ مدينة سيبيرسك لتحرير هذه المدينه من المقاتلين الاوكران، حيث سيطرت اليوم القوات على بلده غوركوفكا في مدينه سيبيرسك، وايضا تحدث سفير لوغانسك في موسكو عن امكانيه تحرير مدينه سيبيرسك في وقت سريع نتيجه عدد كبير من المقاتلين الاوكران. ايضا وزاره الدفاع الروسيه في بيانها اليوم
على الميزان المتحدث الرسمي باسمها اللواء ايجور كراشنكو اعلنت عن تدمير طائرات اوكرانيه، اثنين من طراز ميج 25 في خاركوف وواحده من طراز ميج 29 في اوديسا، كما اكد كراشنكو على مقتل اكثر من 100 مقاتل اوكراني خلال تواجدهم في مدينه تربيان بضربه صاروخيه عالية الدقة استهدفت مرافق تواجدهم في تربيان. وأيضا أشار كراشنكو إلى تدمير عدد كبير من مدافع هاوزر الأمريكية، وبالتزامن مع تنظيم القوات الروسية للمزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان منطقة دونباس وإلى سكان المناطق التي يتم تحريرها من الطالبين الأوكران. أعلنت سلطات لوغانسك اليوم عن تسيير رحلات برية تربط لوغانسك ومدينة فارونج الروسية في 12 يوليو الجاري. هذه المعلومات في الاختلاف العسكري، الخبراء اليوم رأوا تسارع وتيرة التقدم العسكري الروسي على الجبهات نظرا الى فرار عدد كبير من المقاتلين الاوكران في مختلف الجبهات التي تدور فيها الاشتباكات بين الطرفين الروسي والاوكراني. وفي ظل اعلان الدفاع الاوكرانيه اليوم على لسان وزير الدفاع الاوكراني عن تكبد القوات الاوكرانيه خسائر كبيره في الاسابيع الماضيه، هذا ما اكدته الانباء في نعم ايضا وبعد طيب. اعلان اشكرك حسين، ناسف لرداءة الصوت من المصدر ولكن يعني بعض المعلومات وصلت الينا، بشكرك شكرا جزيلا حسين مشيك مراسل اكسترا نيوز، كنت معنا من العاصمه الروسيه موسكو. وتتواصل حالة التوتر بين روسيا والغرب مع تصاعد وتيرة الخلافات بينهما على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وشهد التوتر الدبلوماسي بين الجانبين تصاعدا خلال اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا. ما زال السجال بين روسيا والغرب متواصلا، حيث تتصاعد وتيرة الخلافات بين الطرفين يوما تلو الآخر على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. التوتر الدبلوماسي بين الجانبين شهد ذروته خلال اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، والتي شهدت انتقادات حادة من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لروسيا على خلفية الأزمة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب روسيا بالسماح بخروج الحبوب متسائلاً عن أسباب إغلاق الموانئ الأوكرانية، مشيراً إلى أن التحديات الخاصة بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة تفاقمت بشكل كبير بسبب العملية الروسية في أوكرانيا. الهجوم الغربي قابلته موسكو بالتجاهل، حيث حرص وزير الخارجية سيرجي لافروف على مغادرة الاجتماع حال توجيه أي لوم لبلاده، واستبعد جدوى المفاوضات إذا كانت الدول الغربية تأمل في مساعدة أوكرانيا لتحقيق نصر ميداني على روسيا. من جانبه أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه إذا ما تم فرض المزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسي فإن الغرب سيواجه عواقب أكثر خطورة وكارثية على سوق الطاقة العالمي، كما حمل العقوبات الغربية مسؤولية نقص إمدادات الغذاء على مستوى العالم. ومن أجل دعم أوكرانيا عسكريا في مواجهة روسيا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن شحنة أسلحة بحوالي 400 مليون دولار لأوكرانيا، وتشمل 4 أنظمة راجمات صواريخ متقدمة عالية الحركة و1000 قذيفة مدفعية عالية الدقة وتكنولوجيا رادار وقطع غيار، ما يرفع قيمة المعدات العسكرية الأمريكية المسلمة أو المتعهد بها لأوكرانيا إلى أكثر من 7 مليارات دولار. ومع تصاعد حدة التوتر مع موسكو يمكن أن تتفاقم المشاكل في سوق الغاز، إذ من المقرر أن تبدأ عمليات الصيانة السنوية على خط غاز نورد ستريم 1 في يوليو الجاري، وسط مخاوف من عدم قيام روسيا بضخ الغاز مرة أخرى بعد انتهاء عمليات الصيانة.
أوضحت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن أزمة تكلفة المعيشة تجبر العائلات البريطانية على الخروج من الريف. ونقلت الصحيفة البريطانية عن بيانات أحد الاستطلاعات أن 9 من كل 10 من المشاركين الريفيين يعتقدون أن الأسر الشابة لم تعد قادرة على تحمل تكاليف المعيشة في الريف بسبب أزمة غلاء الأسعار. قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن أسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع في أستراليا، ما دفع الباحثين إلى دعوة الحكومة الأسترالية للمساعدة في دعم المزارعين وسط مخاوف من أن بعض الأسر تنفق 40% من دخلها لشراء طعام لمدة أسبوع. وأوضحت الصحيفة أن كل من منتجات الألبان واللحوم والدجاج والخبز والمكرونة والأرز ارتفعت من 5 إلى 10%. قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أسعار الغذاء في العالم هي الأعلى منذ عقد من الزمان. وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أن عدد من يواجهون خطر الجوع بالعالم في تزايد. جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين دعوته لموسكو من أجل السماح بخروج نحو 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا. ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية طالت أيضا تايلاند، حيث سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعا حادا بسبب محاصرة المرافق الأوكرانية. وتتهم الولايات المتحدة روسيا بفرض حصار على تصدير الحبوب من أوكرانيا، ما تسبب في أزمة عالمية للغذاء، في حين تنفي موسكو ذلك. لا يزال قرار مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بأكبر وتيرة في 3 عقود يخيم على الأوساط الاقتصادية حول العالم ويثير المخاوف من ركود محتمل، لا سيما مع التوقعات بمزيد من الزيادات خلال العام الحالي، في خطوة هدفها الحد من تداعيات التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود. المزيد في هذا التقرير. مخاوف تسود من دخول الاقتصاد الأمريكي في موجة من الركود، تزامنا مع توجه الاحتياط الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل متتالي، في مسعى منه للسيطرة على أسوأ موجة التضخم الذي ارتفع بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من 40 عاما. وتماشيا مع تلك المخاوف، لم تنكر وزيرة الخزينة الأمريكية احتمالية دخول الاقتصاد حالة الركود نتيجة اللجوء للسياسة النقدية في علاج التضخم، حيث يظل الخوف من أن تلك السياسة ربما غير كافية كوسيلة العلاج الوحيدة للتضخم الحالي، بالرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار إلى أنه لا يعتقد بحتميته. ملمح يؤجج المخاوف من ركود اقتصادي بالولايات المتحدة هو ارتفاع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، حيث قالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية زادت من 4000 إلى 135000 في الأسبوع الماضي. ووفق تقرير حديث صادر عن الوزارة، فقد انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 11,250,000 في مايو من 11,680,000 في إبريل، على الرغم من وجود ما يقرب من وظيفتين شاغرتين لكل شخص عاطل عن العمل. فيما أشارت وكالة بلومبرج إلى تصاعد المخاوف من الركود بعد أن ارتفعت أسواق السندات الأمريكية خلال أسبوع، حيث أظهرت البيانات تدهورا في الاقتصاد. وأكدت بلومبرج أن المخاوف من الركود الاقتصادي تتزايد في وقت يعاني فيه المستهلكون من ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود.
المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز. بعد التحية لك ياسر، إذن يعني تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يحط فيها روسيا على السماح بخروج 20 مليون طن من الحبوب إلى أوكرانيا، لأنه يقول طبعا أن روسيا بتحاصر الموانئ الأوكرانية ولهذا توجد هذه الأزمة العالمية في الغذاء. طبعا موسكو تنفي ذلك تماما. حدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، وهل تنتوي الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات بهذا الشأن؟ يعني في البداية دعني أرحب بك شادي وزميلتي ريهام والسادة المشاهدين. بالفعل هذه التصريحات والتي قالها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هي الوسيلة التي تستخدمها الإدارة الأمريكية مرارا وتكرارا، حتى على لسان الرئيس جو بايدن لا يترك مناسبة إلا ويذكر أن الحرب في أوكرانيا كانت هي السبب شادي في هذه الأزمة الكبيرة. فقط يجب أن ننوه بأن سعر الفائدة تسلخ كما يقولون الواقع الأمريكي، حيث هناك ثلاثة زيادات في سعر الفائدة وصلت آخرها إلى 75 نقطة أساس، وكان في مارس 25 نقطة أساس وهي زيادة كبيرة أيضا، ثم في مايو 50 نقطة أساس. هذه الزيادات الكبيرة التي يقول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي سوف تؤثر كثيرا على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. ما يقوله أنتوني بلينكين هو حال الإدارة الأمريكية التي يعني كثيرا ما تتحدث بهذا الأسلوب تطمين للمواطنين، وأنها ليست هي المسؤولة عما يحدث حتى في الداخل الأمريكي، وهو أيضا ما لا يتقبله المواطن الأمريكي بأي شكل من الأشكال. الواقع الأمريكي هناك زيادات كبيرة في كل السلع الأمريكية دون استثناء، هناك زيادة في السيارات المستعملة، هناك أيضا زيادة في سعر الفائدة في البنوك شادي لمسألة القروض، بعد أن كانت حوالي 2.5% ارتفعت إلى أكثر من 5 إلى 6%. أيضا جولدمان ساكس هو من بدأ منذ شهرين بتوقع هذا الحال للاقتصاد الأمريكي، وأنه سوف يكون هناك يعني ضغط كبير على الاقتصاد الأمريكي، وهو من أكبر اقتصاديات بل هو الأكبر في العالم بحلول أو بانتهاء هذا العام. أيضا دعني أقول لك شادي بأن الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع مرة أخرى أن يرتفع سعر الفائدة ويقوم برفع سعر الفائدة بنهاية هذا العام 2022 إلى 3.4%، وسوف يكون هذا مؤلم جدا للاحتياطي أو لكل الكيانات والأفراد والهيئات الأمريكية وبطبيعة الحال المواطن الأمريكي. كما هناك أيضا توقع من المسؤولين شادي إلى ارتفاع في بداية العام القادم إلى ما يقرب من 3.8% في عام 2023. على كل المستويات المواطن الأمريكي شادي هو من يدفع هذه الضريبة، سواء إن كان كلام أنتوني بلينكين صادقا أو لم يكن صادقا، أتحدث على المستوى الأمريكي، ولكن على المستوى العالمي يعني ليس خفيا على أحد. بالفعل قد تأثر العالم بأجمعه قد يكون من الحرب الأوكرانية أو حتى من سنتين في ويلات كورونا. نعم. وأيضا مؤخرا دعني أقول لك أن أنطونيو غوتيريش أيضا هو من تنبأ في بداية هذه الأزمة في 24 فبراير بأنه سوف يكون انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي. بمناسبة الانعكاسات فعلا ياسر على الاقتصاد العالمي، وطبعا يعني كنا نتحدث منذ قليل عن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة عدة مرات، وأنه من المتوقع أن يحدث أيضا يعني في المستقبل أن يتكرر هذا الأمر وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي العالمي. انعكاساته على الوضع لديك داخل الولايات المتحدة الأمريكية عن ردود فعل المواطنين لهذا الوضع الاقتصادي، وكنا نتابع يعني فقط هنا بالأمس آخر استطلاعات الرأي لمركز جالب والتي انخفضت فيها ثقة المواطن الأمريكي في عدد كبير لا بأس به من المؤسسات الأمريكية المهمة.
ريهام، دعيني أقول لك بأن المواطن الأمريكي يعني إذا تحدثنا عن مسألة الانتخابات النصفية القادمة بكل تأكيد هناك يعني شجب كبير لهذه الإدارة الحالية التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية، سوف يدفع الثمن الحزب الديمقراطي وبطبيعة الحال جو بايدن. ليس هناك هو يعني استباق يعني لمسألة الانتخابات الرئاسية القادمة، ولكن هناك عدم رضا من المواطن الأمريكي. المواطن الأمريكي أصبح يعني يحاول على سبيل المثال في مسألة البنزين ومحطات الوقود، أصبح يستقل الحافلات العامة، أصبح يذهب إلى الشراء من بعض المحال رخيصة الثمن يعني تفاديا لهذه الأزمة. كل شيء في الولايات المتحدة الأمريكية ريهام، دعيني أقول لك أن الأسعار قد تزيد مرة أو مرتين أو حتى ثلاثة مرات في الأغذية البسيطة. كان جود مورنينج أمريكا، هذا البرنامج الشهير، كان قد أفرد يعني مساحة كبيرة للذهاب إلى السوبر ماركت ولقاء المواطنين وإقرار بأن الحاجيات الغذائية البسيطة حتى للإفطار اليومي واستخدام الحليب في القهوة الأمريكية أصبح غاليا. من منذ عام تقريبا كان سعر جالون الحليب ما يقرب من دولارين وثلاثين سنتا، الآن أصبح أكثر من ثلاثة دولارات وسبعين سنتا. كل ما يواجه المواطن الأمريكي أو يتعامل معه الآن أصبح غاليا مرتين أو ثلاثة على الأكثر. ليس هناك أي حيلة للمواطن الأمريكي إلا تخفيض نفقاته وإفراز هذا الغضب في الانتخابات النصفية القادمة التي سوف يدفع ثمنها يعني الحزب الديمقراطي، ثم في الانتخابات الرئاسية القادمة. ويعني يعني نتمنى أن لا يكون هناك أي غضب شعبي، ولكن دعيني أؤكد لك أن ليس هناك أي رضا على الإطلاق. أصبح المواطن الأمريكي من يستقل سيارة يستخدمها فقط مرة أو مرتين أو ثلاثة مرات على الأكثر في الأسبوع الواحد، ويوفر ذلك باستخدام الحافلات العامة. أصبحت أيضا كل شيء يعني المضحك أن كل شيء يزداد في الأسعار إلا مرتبات الموظفين أو مرتبات العمال، هذا هو الذي يستقر عند الحد الذي كان عليه منذ سنتين أو ثلاثة. وأيضا الطريف، يعني ليس طريفا بطبيعة الحال الأمريكيين، ولكن في إبريل الماضي كانت دافعي الضرائب من المواطنين الأمريكيين ريهام، بعد ذلك كانت الإدارة الأمريكية قد دفعت للمواطن الأمريكي في جائحة كورونا ما يقرب من 600 دولار للفرد الواحد لمدة ستة أشهر، جمعتها مرة أخرى من دافعي الضرائب الأمريكيين في شهر إبريل الماضي. إذن ما تدفعه الحكومة الأمريكية باليمين تأخذه مرة أخرى بيدها الشمال. ثم أيضا كانت اختبارات كورونا كانت مجانية لمدة عامين، أصبحت الآن من لا يحمل التأمين الصحي الأمريكي لابد عليه أن يدفع ما يقرب من 150 دولارا أمريكي للتحليل أو الكشف المبدئي الأول، ثم يدفع ما يقرب من 250 دولار إذا أراد المواطن الحصول على هذا الاختبار أو اختبارين لكوفيد 19. إذن يعني دعيني أقول لك ليس هناك رضا على الإطلاق، وهناك يعني شجب كبير للحالة التي وصلت لها أو وصل لها الاقتصاد الأمريكي. سوف ينفس عنه المواطن الأمريكي في الانتخابات النصفية القادمة وأيضا في الانتخابات الأمريكية. نعم، ياسر نور الدين مراسل أكسترا نيوز من نيويورك، شكرا جزيلا لك. والآن نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل يعود إليكم شادي شاش والفقرة القادمة، ابقوا معنا. برحب بحضراتكم من جديد في حديث الأخبار، ونتابع في هذه الفقرة تداعيات المستمرة للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي مع ضيفنا الأستاذ محمد أنيس الخبير
الاقتصادي. برحب بيك يا أستاذ محمد وأهلا بحضرتك معنا في حديث الأخبار. أهلا بيك يا أستاذ شادي وكل السادة المشاهدين. أهلا بيك. طبعا احنا حواراتنا متعددة فيما حدث في الاقتصاد العالمي جراء هذه الأزمة الروسية الأوكرانية. بالتأكيد الوضع بيتفاقم، يعني إذا كنا بنتكلم عن أزمة غذاء فهي بتتفاقم، إذا كنا بنتكلم عن أزمة طاقة فهي بتتفاقم إلى آخر مواد أولية. يعني الوضع لا يتجه إلى التحسن فيما يتعلق بحالة الاقتصاد العالمي الذي انكمش كثيرا، يعني كما نرى. أنت إزاي بتوصف هذه المرحلة؟ طيب خلينا أقول لك أن ممكن تكون البداية صعبة شوية على الناس في الحديث، لكن هو من المتوقع أن الفترة اللي ما بين عام 2022 ل 2023 هتبقى فيه مجملها عام من الاضطرابات المالية والاقتصادية نتجة أو يعني تم إشعال الأزمة بالزيادة في من خلال أو بسبب الحرب الأوكرانية الروسية. لكن الحقيقة أن المسببات الرئيسية كانت ما قبل ذلك، ودي نقطة مهمة أن احنا الناس تبقى واخدة بالها منها، أن احنا ما بنواجهش يا جماعة التداعيات الاقتصادية فقط للحرب الروسية الأوكرانية. احنا كنا في أزمة حقيقية اللي هي أزمة مفاجئة اللي هي أزمة كورونا انتشار الفيروس. أي. علاج هذه الأزمة هو المشكلة الأكبر اللي احنا بنواجهها دلوقتي. ليه؟ ببساطة لأن العلاج كان عبارة عن أن احنا الدول تصرف أو تنفق حزم تحفيز للاقتصاد. طب جميل قوي، لكن الاقتصاد بشكل عام زيه وزي الطب بالظبط، لما تستخدم أي دواء له أثار جانبية. أيوة. وإذا استخدمته بنسب أكبر الأثار الجانبية هتبقى أسوأ أحيانا من المرض نفسه. ده اللي بالظبط حصل في أمريكا، إن هما حجم الإنفاق للحزم الاقتصادية وحزم التحفيز كان شديد للغاية، لدرجة إن حجم السيولة في إيدين الأفراد والشركات كان أكبر، كبير للغاية، أكبر من حجم الإنتاج. ده يعمل إيه؟ كلمة واحدة، تضخم بالظبط كده على طول مباشرة. وبالتالي ده اللي احنا كنا بنواجهه ما قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية. فأنت بتواجه تضخم عالمي. طب هل تعتقد يا أستاذ محمد أنه هذه الأزمة بدأت بانتشار جائحة كورونا ولا بدأت بالحرب التجارية التي حدثت بين الولايات المتحدة والصين؟ كلام سليم، وانت كده بتعمق الأمور أكتر، بتبحث عن الأصل بتاعها. شوف، عادة السوبر باور القوى العظمى بيبقى فيه دايما عنوان لسياساتها الدولية، سياسة اقتصادية وسياسية وجيوستراتيجية. لمدة 50 سنة كان العنوان السياسة الأمريكية كان مواجهة وحصار ومحاولة إنهاء الاتحاد السوفيتي، لكن ابتداء من 2017 بقى عنوان السياسة الأمريكية دوليا هو محاولة حصار احتواء الصين ومنع تحولها من قوة دولية إلى قوة عظمى. ده من 2017. نتج عن ذلك إجراءات كتيرة جدا، أولها الإجراءات اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هي الحرب التجارية اللي بدأت مع الإدارة الأمريكية، لكن إدارة ترامب. لكن خد بال حضرتك أن ترامب كان بيصرح وبايدن هو اللي بينفذ، يعني الإجراءات اللي بتنفذ دلوقتي أقوى وأقصى تجاه الصين. في 5-6 إجراءات متتالية بيتم تنفيذها ناحية الصين دلوقتي أو تجاه الصين، نتج عنها ببساطة أن إجمالي الاحتياط النقدي الدولي أو الدولاري في الصين انخفض من 4 تريليون دولار، من 4000 مليار دولار إلى الآن البيان بتاع 7-7 نازل ب 3 تريليون دولار تقريباً. يعني فقد تريليون دولار تقريبا. وهنا هوضح لك التضخم ليه. التضخم في اعتقادي ان التضخم يكاد يكون، مش عايز اقوله ان هو مصطنع، لكن تم تمريره. ليه؟ اللي حصل في منظومه الحكم في امريكا في حاجه اسمها واشنطن استابليشمنت، يعني هو منظومه الحكم داخل امريكا. فمنظومه الحكم دي هدفها الرئيسي هو اللي انا بكلم حضرتك عليه ده. طيب بيعملوا ازاي؟ هو لما زود الانفاق في علاج ازمه كورونا، 100% الخبراء الاقتصاديين هناك كانوا مدركين ان الاثار الجانبيه هتبقى تضخم عالمي. لكن هو بيفكر فيها ازاي؟ ان انا هزود الانفاق بشده وبالتالي هينتج عن ذلك تضخم. المواطن الامريكي انا الفلوس اللي هديها له زياده دي هسحبها منه تاني بالتضخم، فغالبا المساله بالنسبه له هتبقى بالانس. لكن ايه التاثير اللي على الصين؟ التاثير على الصين هيبقى ان التضخم ده لما يستمر في حدود 7-8% لمده 3 سنوات 2021 و22 و23 يبقى هو حرق ربع الاحتياط النقدي الدولاري في الصين، لأن التضخم أكل ربعه. بالإضافة لسبعة ثمان إجراءات تانية بتتنفذ في نفس التوقيت أدت إلى أنه حصل تخفيض أو انكماش لإجمالي الاحتياط النقدي الدولاري في الصين من 4 تريليون دولار إلى 3 تريليون دولار. ده غير تخفيض القيمة، ده غير سحب الاستثمارات من الصين، ده غير التصريحات السياسية العنيفة في أزمة تايوان، وبالتالي بتجبر الصين على أنها زيادة الإنفاق العسكري. كل ده هدفه ان انت بتحاول تحجم الصين اقتصاديا، لان السلاح الاقتصادي. هل هذه محاولة ناجحة يا استاذ محمد؟
خلينا نشوف المشهد ماشي عامل ازاي. بمعنى حتى مع فقد الصين لتريليون دولار وانفاقها العسكري المتزايد كل هذا، ولكن يعني لا يبدو ان الصين في نهايه الامر يعني ستنهار اقتصاديا كما تريد الولايات المتحده. يعني مش هيحصل بالتاكيد. كلمه انهيار اقتصادي دي مش هتحصل، ومش هو ده الهدف الامريكي في الاساس. والهدف الامريكي هو التحول، الضعاف، منع تحولها الى قوه عظمى. يعني انت كدوله، الصين كدوله امتلكت القوه الاقتصاديه، عايزه تكمل بعض الامور الاخرى عشان تتحول الى قوه عظمى. فالهدف الامريكي هو محاوله منع هذه الاليات من وصولها الى الصين. يبدو ان احنا هنشوف تغير في هذه المواجهة واستمرارها لمدة. المشهد اللي بيتم صناعته أو تم صناعته في شرق أوكرانيا هو جزء من المشهد الرئيسي بتاع المواجهة والحصار الصيني. فكل الملفات مترابطة مع بعضها، ولما تيجي تعمل إسقاط على هذه الأمور بقى علينا كمصر وعلى دول الدول الناشئة، هتلاقي أن هذا صراع الأفيال بيأثر علينا بشدة. مفيش شك. طيب يعني قبل ما نوصل لهذه النقطة عايزين نتكلم أيضا عن روسيا. يعني عرفنا أو عارفين أهداف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعلاقة مع الصين، ولكن يعني كل هذه المحاولات الموجودة الآن لعزل روسيا عن محيطها الاقتصادي وهو أوروبا طبعا، يعني هذه المحاولات يعني تبدو كمن يطلق النار على قدميه. يعني أوروبا تعاني من العقوبات كثيرا، طبعا روسيا تعاني من العقوبات، ولكن عندما ننظر إلى التضخم هنلاقيه في أدنى مستوياته فيما يتعلق بروسيا وأعلى مستوياته فيما يتعلق بالغرب أو أوروبا يعني تحديدا المتخمة لروسيا. كيف يمكن هذا؟ وهل إذا استمرت يعني سياسة العقوبات، من الذي سيتضرر في نهاية الأمر أكثر؟ من سيتحمل أكثر؟ رأيك إيه يعني؟ طيب خلينا نقول كده بوضوح أن أوروبا الغربية هي الأكثر تضررا اقتصاديا في هذا المشهد من روسيا. من روسيا هقول لك ليه. يمكن أمريكا مستفيدة اقتصاديا، لأن أمريكا هتبيع سلاح زيادة، هتبيع غاز مسال زيادة، ففي بعض المكاسب، هتعيد تعمير أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، يعني أشياء كثيرة تستفيد منها الولايات المتحدة التي لا تعتمد أصلا على النفط ولا الغاز الروسي. تمام، ففي بعض المكاسب هتحصل عليها أمريكا. الوضع بالنسبة لأوروبا يعني أصعب وأشد قسوة، لأنه ضرب يعني الحرب ضربت أمرين في مقتل. إمدادات الغذاء اللي بتيجي من بعض الدول في شرق اوروبا، امدادات الغذاء لاوروبا يعني اوروبا الغربيه، وامدادات الطاقه اللي جايه من روسيا. وده غير التضخم اللي كان بالفعل كان موجود وقتها. ده احنا داخلين على الشتاء، واحتياطيات الغاز الان في اوروبا يعني المستوى الثاني من الانذار. أيوه. ولو رفعوه للمستوى الثالث هتبقى ازمه كبيره. فالوضع في أوروبا أو يعني حجم الخسائر الاقتصادية المستدامة في أوروبا يساوي تقريبا حجم الخسائر الاقتصادية المستدامة لدى الروس، وده بيخلي فيه تباينات ما بين موقف القيادات السياسية في أوروبا وموقف الإدارة الأمريكية. وفي اعتقادي ان التباينات دي غير ظاهره على السطح، يعني يبدو على السطح انه الموقف واحد، بس هتلاقي بعض مثلا التصريحات للرئيس الفرنسي مختلفه شويه. لما يقول لك ان احنا بس لا يجب تصريحات على استحياء يعني. ما ينفعش يقول تصريحات اشد حده، لان ده يخرجه من المعسكر، وهو بالتاكيد مش عايز يخرج من المعسكر اللي هو فيه، المعسكر الاطلنطي. لكن في النهايه حجم الخسائر دي على اوروبا الغربيه، واوروبا الغربيه مهمه بالتاكيد لامريكا، هتدفع الى يعني حاله من التوافق حتميه في النهايه ما بين روسيا وما بين أوروبا الغربية. في حقائق اقتصادية ومالية لا يمكن تجاهلها، يتم تجنبها في حالات الحروب، لكن في النهاية في الحالات الطبيعية بتفرض نفسها، ألا وهي إيه؟ أنت أفضل مستورد للغاز الروسي هو أوروبا الغربية، وأفضل مورد للغاز لأوروبا هي روسيا، لأسباب أن الغاز على الحدود طبعاً. مباشرة روسيا لما تروح تدي الغاز للصين والهند هتدفعه لهم بتكلفة أعلى، لأنها هتنقله من المنطقة الأوروبية إلى المنطقة الأسيوية. وبالتالي في النهاية هيحصل توافق ما بينهم، لأن لازم هيبقى فيه إمدادات للغاز الروسي أقل نسبة من زي قبل، من قبل الحرب، لأن هنا هيبقى فيه تدخل أمريكي عشان ما يبقاش فيه يعني political influence. بالضبط كده، اعتماد على الغاز الروسي، وما بقاش فيه تأثير سياسي لهذا. لكن لازم هيتساب منفذ لروسيا أن هي تورد الغاز لأوروبا، علشان الهدف الاستراتيجي إيه؟ حصار الصين ومنع تحولها إلى قوة عظمى. لو أنت قفلت على روسيا بالكامل هتروح فين؟
هتروح هي راحت بالفعل بنسبه لسه مش بنسبه 100% لكن راحت بنسبه كبيره والهند ايضا في النهايه يعني اظن في ما اعتقد ان هيتم التوافق المشهد بالمنظر ده علشان في لعبه توازن هتحاول روسيا ان هي تلعبها ما بين المعسكر الغربي وما بين الصين عشان تحقق مصالحها في النهايه يعني روسيا لا عايزه تتحسب على هذا المعسكر ولا على ذاك لكن لو ارتمت في معسكر بنسبه 100% ده هيضر مصالحها فالتوازن ده هيتم في الاخر يعني حضرتك بترى بهذا الرأي أنه عشان التوازن ده يتم في الآخر يجب أن أوروبا تسلك مسار مختلف بعض الشيء عن الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة لن ترضى يعني بهذه التسوية الأوروبية الروسية يعني لو كان الأمر متروك لأوروبا لكان وضع العقوبات غير ذلك تماما ماشي بس خد بال حضرتك مثلا ان في طبعا بعيدا عن بريطانيا لانها بتغرد بعيدا عن يعني الشأن الاوروبي بعض الشيء هي متوافقه تماما مع وجهه نظر الولايات المتحده يعني انا كنت لسه هجيب سيره بريطانيا دلوقتي واقول لحضرتك بس خد بالك ان في تاثيرات بدات تظهر على اوروبا ان اضطر رئيس الوزراء البريطاني ان هو يستقيل لان في اعتراض على السياسات وتصعيده الغير مبرر او هم هكذا يروه ان هو تصعيد غير مبرر تجاه روسيا في هذه الازمه والتاثيرات بقت شديده جدا على الداخل البريطاني بالزبط. تضخم ده اللي يهم المواطن البريطاني مش موقف بريطانيا تجاه روسيا يعني طبعا بالظبط ما ادى اليه تمام هي دي التاثيرات المباشره على المواطن البريطاني ففي بعض التأثيرات ممكن ينظر لها على أن هي إيجابية زي مثلا ارتفاع أو تخفيض قيمة اليورو أمام الدولار ده بالنسبة لهم إيجابي والإي سي بي البنك المركزي الأوروبي عمره ما يطلع يقول الكلام ده لكن حقيقة الأمر أن ده هيدفع بزيادة الصادرات الأوروبية طبعا تخفيض العملة بيؤدي لكده فده هيعمل توازن شوية مع الانكماش الحاصل فلما هتزيد الصادرات يبقى يعني ايه المساله هتبقى هتتزن شويه فارتفاع الدولار احيانا يعني مصاب قوما عند قوم فوائده فارتفاع الدولار مضر لامريكا الارتفاع الحاد دلوقتي مضر لامريكا لانه المؤشر الدولار وصل ل 107 ده مستوى عالي جدا ضد بقيه العملات الرئيسيه ما لوش علاقه بالجنيه المصري بس عشان الناس تبقى واخده بالها يعني فده مضر بالصادرات الامريكيه لكنه مفيد لبقيه العملات اللي هي الاسترلينج تحديدا والاسترليني واليورو بالنسبه لاوروبا فده هيعمل شيء من تخفيف اثار الانكماش الاقتصادي اللي بدا بالفعل ولسه هيستمر شويه طيب هو هل السيناريو اللي احنا بنتكلم فيه انا وحضرتك ده في حاله لو الحرب انتهت وبنشوف تبعات ما حدث في الاقتصاد ولا لو الحرب مستمره سؤال جميل شوف يعني الروس حتى هذه اللحظة أثبتوا قدرة عالية على تحمل إطالة أمد الحرب وكان من المفترض أن ده سيناريو صعب عليهم لكن قدروا أن هم ياخدوا الإجراءات الاقتصادية اللي تخلي إطالة أمد الحرب تخوف أوروبا أكتر لأن لو دخلنا الشتاء القادم يعني وصلنا لمرحلة سنة أي خسائر عسكرية بتحصل للروس على الأرض مش هتكون يعني مش هتكون معوضة للخسائر الاقتصادية اللي ممكن تحصل لأوروبا فقدروا أن هم يوازنوا معادلة أن لو أطلت زمن الحرب كروسيا مش أنا بس اللي هبقى خسران أوروبا كمان هتبقى خسرانة فلو المعركة استمرت أكتر من كده في هنا عامل مهم لازم نبص عليه برضه هو معدل الفايدة على الدولار الأمريكي أيوه معدل التضخم عالي جدا في امريكا 8.6 في اليورو 8.5 هيستمر شويه هيرتفع لحد حدود ال 9% طيب ده معدل التضخم معدل الفايده بقى هيصل لحد فين انا في اعتقادي ان على نهايه العام هيكون وصل الفايده على الدولار ما بين 2.5 ل 3% في ناس بتقول انه ممكن يصل الى 4.5% انا شايف ان ده هيبقى عالي جدا 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 والفدرال الامريكي مش هيقدر ياخد الطريق مباشره من المستويات الحاليه او من 4% اللي بداها من 3 شهور الى 5% هيتوقف عند ما بين 2.5 ل 3 ليه لان هيكون حصل انكماش كبير للاقتصاد الامريكي وهيكون وده مش مهم مش ده العامل الاهم العامل الاهم بالنسبه له هيكون معدل البطاله ارتفع بدا يرتفع واساسا في ميس ماتشنج في عدم توافق في سوق العماله في اوروبا في امريكا في امريكا ومعدل البطاله والامريكيين الحقيقه مش عايزين يشتغلوا من بعد جائحه كورونا صحيح. يعني اعتمدوا على اعانات البطاله وفي مشكله كبيره يعني تتعلق بالبطاله مش لانه ما فيش فرص لانه الناس مش عايزه تشتغل تمام فلحد على اخر السنه هيكون معدل الفايده الامريكيه وصل تقريبا حوالي 3% في المرحله دي اعتقاد شخصي ان الفدرالي هيوقف الارتفاع وهيستمر في الغاء الكوانتيتيف ايزنج الغاء التسهير الكمي مش هيبقى فيه بيع سندات يعني للشركات وهيعتمد على هذا عشان يشوف المشهد هيستمر هيبقى شكله عامل ازاي اذا وده توقع الشخصي اذا استمر المعدل انخفاض معقول للسلع الرئيسيه الغذاء والنفط
مع نهاية السنة، ده هيزيد من فرص عدم رفع الفايدة الأمريكية. لكن إذا حصل السيناريو الأسوأ بتاع ال 130 دولار و 140 دولار و 150 دولار للبرميل، وهذا لا أتوقعه، ده يبقى ساعتها هيضطر الفدرالي أنه هو يكمل الطريق لل 5%، وده السيناريو الكارثي على العالم أكتر منه على أمريكا. كانت الولايات المتحدة يعني وبعض دول الغرب بيسعوا أنهم يضعوا سقف لسعر النفط الروسي، هل هذا ممكن؟ هو روسيا دلوقتي بتعمل حاجة اسمها ديسكاونت، يعني هو عشان خاطر دي حاجة تانية، دي روسيا هي اللي بتعملها، لكن تحديد سقف لسعر النفط الروسي هل هذا ممكن؟ لا، بآليات السوق مش ممكن، لكن انت لما بتعمل يعني بتعمل السانكشنز اللي هي العقوبات على روسيا، فبيضطر هو عشان يتحايل على هذه العقوبات ان هو يبيع لاطراف اخرى بخصم خصم 25% 30%، فسعر مثلا لو 120 بيبيعه ب 90 دولار. يعني الاسعار لما هتنخفض، وده توقع الشخص، هتنخفض الفتره القادمه لبرميل البترول، ده هيزيد الاعباء على روسيا، لان هو دلوقتي سعر 120 بيبيع بخصم 30% بيبيع ب 90، طب لو السعر بقى 80 يبقى هيبيع ب 60 او 65 مثلا. فده هيزيد الاعباء او هيزيد الضغوطات الاقتصاديه على روسيا. عشان كده في المرحله القادمه امريكا يهمها جدا ان هي تخفض اسعار المواد الاساسيه، النفط وبقيه السلع الغذائيه. هتقدر تعمل كده بآليات السوق؟ اعتقادي يعني انا من بدايه يعني الكلام ده انا قايله في فبراير او في اخر فبراير مع بدايه الازمه، ان الاسعار هتوصل ل 120، اسعار النفط هتوصل ل 120، ومع نهايه الصيف هتبدا تنزل وهنروح لحوالي 80. وده السيناريو اللي انا شايف ان هو بيتوقع او بيحصل. ده الامر المهم في هذه المرحله، لان لو الاسعار كملت فوق ال 120 ده سيناريو كارثي للعالم كله. يعني ارتفاع اسعار النفط عن مستوى معين هيعمق الركود وهيدخلنا في دوامات اقتصاديه ما يستحملهاش العالم نهائي. صحيح، وخصوصا انه الازمات زي ما قلنا متشابكه ومتتاليه ورا بعضها. بالتأكيد. طيب قبل ما هذا الحوار ينتهي، حضرتك ذكرت انه يعني هناك طبعا يعني امباكت او رد فعل يعني حصل للاقتصادات الناشئه نتيجه هذه الازمات المتلاحقه. ما فيش شك انه احنا في مصر يعني مش بس تحسبنا لهذه الازمه، ولكن تحسبنا للازمه اللي قبلها، جائحه كورونا. يعني وصف الاقتصاد المصري وقتها بانه اقتصاد مرن، استطاع ان هو يحقق معدلات نمو بالايجاب وقتها، في حين انه اقتصادات دول كبرى حققت معدل نمو بالسالب. يمكن هم حوالي يمكن 15 دوله اللي حققوا هذا المعدل الايجابي للنمو. بالتاكيد ايضا هذا افادنا كثيرا، يعني ما حدث من اصلاح اقتصادي، من تبني لمشروعات قوميه بعينها، من اهتمام بمشروعات صغيره متوسطه متناهيه الصغر، هذه الحاله التي خلقت في الاقتصاد المصري ساهمت كثيرا في تخفيف وطاه هذه المشاكل اللي بيمر بيها العالم. شوف، في القطاع المصرفي في حاجه اسمها اختبار قدره التحمل. احنا الازمات الدوليه دي هي اختبار قدره تحمل للاقتصاديات الدوليه. بعد الازمات دايما بيتبص على الاداء بتاع الاقتصاديات في هذه الازمه، تقييم. بالظبط كده، يعني بتتوجه الاستثمارات الدوليه بناء على نتائج مواجهه الدول لهذه الازمات. لان بيبقى في حاجه اسمها دوره الدول لما كانت في ازمه. تمام. ده اللي بيبص عليه. تمام. المستثمرين الاجانب، يعني خرجت من الازمه مؤشراتك الماليه شكلها عامل ازاي؟ انت بص على، احنا لسه قافلين اهو السنه الماليه، احنا في اوائل 7 فلسه قافلين السنه الماليه. تبص على المؤشرات الماليه بتاعتك تلاقي ان انت بتعمل فائض اولي زي ما كنت بتعمل قبل الكورونا. معدل العجز الكلي ما زادش عن 6.7% زي برضو ما قبل كورونا. لسه بتعمل معدل نمو مرتفع في حدود 5%، وفي ازمه كورونا كنت بتقدر تعمل 3% عكس كل دول العالم. أيوة. كل دي ارقام بالايجاب، وبالتالي انت قدرت تخرج من الازمه، مؤشراتك الماليه قويه، ما انتش في ازمه. في هذه المرحله بتبقى انت جاهز لاستقبال الاستثمارات الاجنبيه المباشره بعد تحقيق بعض الامور طبعا الثانويه المطلوبه، علشان بيبقى في دورة اقتصادية جديدة بتستمر من 8 سنوات إلى أكثر من ذلك. ده هدفنا الرئيسي دلوقتي، وده اللي هيبقى العامل الحاسم من الحكم على أداء الاقتصاد المصري في السنوات القادمة. أنت قادر تجتذب FDIs، استثمارات أجنبية مباشرة، قد إيه؟ ليه؟ مش بس عشان أنا عندي هذه المؤشرات المالية القوية، لا كمان عشان أنا جهزت كل متطلبات الاستثمار الصلبة. فاضل لنا شويه حاجات تخص البيروقراطيه، فاضل لنا شويه حاجات تخص سرعه التقاضي، الامور اللي مرتبطه بالتحول الرقمي والشمول المالي، وده هنشوف فيه اداء افضل لما الحكومه تنتقل الى العاصمه الاداريه الجديده.
ده هيبقى عامل حاسم جدا. الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو اللي هيحسن معاك كل هذا السوفت وير. انت جهزت ببساطة، انت جهزت الهارد وير وده التجهيز للسوفت وير. فده عامل مهم جدا ان احنا نبص عليه الفترة القادمة. احنا هنقدر نكتسب استثمارات أجنبية مباشرة قد ايه لمصر، سواء كان في القطاعات المهمة بالنسبة لنا واحنا مركزين عليها زي قطاع الغاز مثلا، في اخبار عظيمة جدا الناس هتسمع عنها قريب تخص شركتين مهمين شيفرون واكسن موبيل، في سواء كان في البحر الأحمر أو في شرق المتوسط بس الغرب ناحية مرسى مطروح وبقية القطاعات. وده هيبقى العامل اللي هنحكم عليه إحنا استثمرنا الفلوس اللي إحنا أنفقناها في البنية التحتية صح وجبنا عليها أفضل استثمارات ولا لسه في حاجات محتاجين نقوم بيها. طيب يعني نشوف كده بارقة أمل يعني في وسط هذا الحوار اللي بيقول إن في انسرتينتي أو غموض يعني فيما يتعلق بحالة الاقتصاد العالمي، ولكن إحنا عاملين اللي علينا، يعني جهزنا البنية الأساسية، عملنا الهاردوير اللي حضرتك بتتكلم عنه، مؤشراتنا دايما رغم المصاعب والأزمات هي مؤشرات جيدة، وكل هذا بيقول إنه يعني من الممكن إن إحنا أيضا نتخطى هذه الأزمة كما تخطينا الأزمة اللي قبلها طالما إن الخطوات اللي ماشيين فيها هي خطوات صحيحة مفيش كلام. بالتأكيد. وده على فكرة بالمناسبة هو باين على المفاوضات ما يعني مفاوضات الإدارة المصرية مع صندوق النقد الدولي، المفاوضات الحالية ما فيش فيها شرطات تعجيزية أو ما فيش فيها مطالبات كبيرة. وده أنا بوضح لأن كان في ناس اتكلمت في خلال يومين ثلاثة اللي فاتوا إن الصندوق طالب رفع الدعم عن بعض الأمور السولار والخبز، المسألة مش بالشكل المباشر ده خالص. ما فيش مطالب بهذا الشكل، وإذا إن شاء الله في أغسطس في نص أغسطس هيتضح ملامح البرنامج الثالث مع صندوق النقد الدولي وهو تأكيد على قدرة مصر على يعني السير قدما بخطى ثابتة بعيدا عن مطالبات إعادة الهيكلة العنيفة، لأن احنا نفذنا الحاجات اللي كانت مطلوبة مننا بشكل كبير. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الاقتصادي وهذا الحوار ووجودك معانا أستاذ محمد أنيس الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. جزيلا. ما زلنا معكم مشاهدينا في حديث الأخبار على شاشة إكسترا نيوز. ريهام السهلي قادمة بحوار آخر مع الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشوباشي، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، لقاءنا المتجدد أسبوعيا مع الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب ونقاش حول عدد من الملفات والقضايا المهمة. أهلا بك أستاذة فريدة وكل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيبة وكل المصريين طيبين، ويا رب يا رب تيجي وقت يعني يجينا وقت كده نفكر فيه إن مهما فرحنا بالعيد ومهما احتفلنا بالعيد ودي حاجة طبعا عظيمة جدا بس ما ناخدش 10 ايام اجازه ان شاء الله. طيب قوليني في الاول استاذه فريده، يعني بمناسبه الحوار الوطني وهو الحدث الاهم هنا داخل جمهوريه مصر العربيه سياسيا يعني في الفتره الاخيره، قوليني تابعتي الاول ازاي حرص مجلس امناء الحوار الوطني على عقد اول جلساته في الاسبوع الاول من شهر يوليو زي ما كان متفق عليه وزي ما تم الاعلان عنه في البدايه، الالتزام بالوقت اللي اعلن عنه. شوفي كل حاجه دلوقتي واخده صبغه الجديه، يعني كل حاجة في حياتنا بعد ثورة 30 يونيو وكل ده بيترسخ يوم بعد يوم إن كل حاجة في حياتنا بقت جادة. يعني لما بيبقى فيه موعد بيتضرب مثلا للناس إنه هيبقى كذا بيبقى فيه التزام بهذا، وده في منتهى الأهمية وفي منتهى الـ يعني التفاؤل بالنسبة لي أنا بالنسبة لوحدة، يعني عشت فترات مختلفة إنه أنا لما بكون بلتزم بالمواعيد وبلتزم بالوعود اللي بديها كمان ده بيخلي الثقة تترسخ لدى الجماهير بإن أنا جادة يعني. طيب فكان المنسقين كان لازم يلتزموا بالموعد اللي أعلنوا عشان يبقى فيه مصداقية كمان. ما هو بعد كده أنت عارفة لما أقول لك أنا هفوت عليك العصر، يعني إيه العصر؟ لا الساعة كذا. أنا اشتغلت في إذاعة حوالي 30 سنة كانت دقيقة بتفرق.
فأنا بفضل إن الدقيقة تفرق معانا. طيب قولي لي بقى كمان يعني تابعتي إزاي التنوع يعني في الحوار الوطني ومجلس الحوار الوطني مجلس أمنائه ما بين خلينا نقول التوجهات والتيارات الفكرية والسياسية المختلفة؟ هو ده الإثراء الحقيقي، هو هذا ما يسري الحياة المصرية، هي إن إحنا نبقى في وجهات نظر مختلفة، آراء مختلفة، يعني قرارات بالنسبة لحاجات اللي يعني اللي محتاجة إنها تتصلح وتتعدل وتبقى أحسن لما تبقى مختلفة، هو ده. إنما لما بيبقى رأي واحد ونفس النمط ونفس الطريقة ونفس بتاع ما احنا جربنا وقفنا وتكلسنا من كتر الجمود، فلا كده حلو قوي، لأنه أنا ممكن يبقى لي رأي وانت ليكي رأي وحد ثالث له رأي، بنشوف التلاتة أكيد بيوصلوا لحاجة مفيدة لمصر يعني. فهو الفكرة بتاعت الحوار أولاً أنا لقيها في منتهى الشجاعة ومنتهى الإخلاص ومنتهى الوطنية، يعني ده قائد عايز كل الناس تشارك في بناء مصر وإعادة بنائها، وهو دايماً يقول كده على فكرة، يعني ساعدوني وخلينا كلنا إيد واحدة، علشان لو ما بقناش إيد واحدة يعني كله ما ينفعش يعني. ودلوقتي يعني انت عارفة انا كنت دايما اقول في ناس تقولك لا وهيعملوا ويخربوا، طب اما يجي ناس ويقولوا مثلا الطرق فيقول لهم طب شوفوا الطرق اللي اتعمل، العشوائيات طب شوفوا العشوائيات بقت صح. ايه طب فهم هيبتدوا بقى يضيفوا للانجازات اللي حصلت واللي تحققت واللي كل المصريين دلوقتي مدركينها وعايشين فيها وعايشين بأملها وبخيرها. يعني أنا كل الناس كتير دلوقتي ويمكن أكيد أنت كمان شفتي اللي يقولك إحنا المسافة اللي كنا بنقطعها في 3-4 ساعات بقينا بنقطعها في ساعة واحدة. صحيح. كل ده يعني ده من الناس، أنا ما بخرجش كتير على فكرة لكن في ناس كتير بتقولي كده وتبقى مبسوطة. لا طفرة كبيرة طبعا حصلت يعني كل في منظومة يعني الطرق وفي حاجات تانية طبعا كتير، لكن بمناسبة الطرق بالضبط يعني. كده في بقى مصر، دي مصر بلد عظيمة وكبيرة وإحنا بقينا ما شاء الله يعني، بس ده لازم ناخد بالنا من حكاية الانفجار السكاني. لكن اللي أنا عايز أقوله إن إحنا كل يوم لازم نضيف للي موجود، يعني أنت عارفة زي ما يكون يعني الرئيس حطينا الأساس بتاع عمارة لازم إحنا بقى اللي نبنيها طبعا. طيب كان في تأكيد من ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني الحقيقة أنه الحوار ده مفتوح ومتاح للجميع، ما فيش أي حد غير مسموح ليه يعني من أي طيار إن كان أنه هو يكون مشارك فيه ما عدا من شارك وهدد وانضم وكان ليه علاقة بالإرهاب أو بغيره، وقال طبعا بالتأكيد يعني أيضا بشكل خاص جماعة الإخوان الإرهابية. شفتي إزاي أهمية أن يبقى فيه هذا التأكيد منذ البداية ومنذ الجلسة الأولى؟ أيوة، لأنه من أول جلسة ومن قبل بداية الجلسات حتى ضياء رشوان كان واضح هو ماشي على الخط بتاع الرئيس وماشي على قناعاته هو، وعشان كده الرئيس جابه لأنه عنده القناعات بتاعة الحوار المفتوح ده يعني. بس اللي أنا عايزة أقوله واللي مهم جداً 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 إن الناس اللي كانوا بيدمروا في الوطن هم مش مؤمنين بالوطن، يعني الحوار اسمه حوار إيه؟ وطني، ده حوار وطني يعني يضم كل المصريين اللي مؤمنين بأن مصر وطنهم وأنها هي الحض وهي الملاذ وهي قامتنا وهي حبيبتنا وهي أمنا وهي أبونا وهي كل حاجة. ده الناس اللي دمروا دول مش هم ما عندهمش ده، بدليل انا دايما اسال اقول حد يقول لي مش هقول بنوا مصنع في السنه اللي قعدوا فيها ده كتير عليهم، يعني بنوا عماره، في عماره اتبنت كان في حاجات بتتهد كان في ناس بتترمي من على الاسطح يعني في مشاهد بشعه عمرنا ما شفناها قبل كده، وده لان ما فيش انتماء لهذه الارض. الارض دي اللي شهدائنا بيضحوا بحياتهم للحفاظ عليها، التانيين دول مؤمنين لا انه طز في مصر ولا في مصر زي ما سمعنا لا احنا عشان كده دول لازم يبقوا بره الحوار لان الحوار وطني وهم ما لهمش علاقه بالوطن. طيب عايزه اتكلم برضو عن بقى تنوع يا استاذه فريده الموضوعات يعني ما بين سياسي واقتصادي واجتماعي اللي بيتناولها هذا الحوار الوطني.
أهمية أن يبقى فيه فعلاً أنواع مختلفة وأشكال مختلفة من الملفات والمواضيع اللي هيتم مناقشتها في أي حتة في العالم. يعني ما بلد ما هوش سياسة فقط. طبعاً في كل حاجة. يعني أنت عندك مثلاً لما أنت لما قضيتي على فيروس سي هنا، يعني هو ده سياسة؟ ده حاجة طبية من الصحة. وعندك التعليم، وعندك الاستثمارات، وعندك الحياة يعني بتاعت كل المواطنين. يبقى هو التأمين الصحي اللي دلوقتي بيتسع وهيشمل كل المصريين، يعني كل حاجة. في السياسة الخارجية، احنا مين الدول اللي هي المحترمة اللي بنعمل معاها علاقات واللي بنبني معاها؟ احنا بلد بتبني على فكرة دلوقتي، عمرنا ما اشتركنا في حاجة فيها هدم. يعني كله بنى وكله علاقات محترمة وكله مساعدة للي بنقدر نساعده، وتعاون مع اللي بيتعاون معنا. يعني فدي كلها حاجات مختلفة، لأن احنا 100 مليون. وبعدين مصر يعني زي أي بلد في العالم محترمة لازم يبقى عندها تطلعات، ويبقى عندها قضايا ليها أولوية، ويبقى عندها مشروعات عاجلة ومشروعات ممكن ترجع لبعدين كده يعني. طيب يعني إدارة الحوار الوطني أستاذة فريدة من البداية حددت مرتكزات أساسية ورئيسية هيقوم عليها هذا الحوار، منها فتح يعني حوار مجتمعي من خلال وسائل الإعلام، منها كمان فكرة التنوع سواء كان في يعني الاتجاهات أو التوجهات المختلفة اللي موجودة أو أيضا الموضوعات، منها كمان التوسع الجغرافي وأن يكون في ورش عمل ولقاءات وندوات في مختلف الأماكن والمحافظات. أهمية المرتكزات دي كلها إيه من أجل إنجاح هذا الحوار وأنه هو يكون مفيد فعلا لكل الشعب المصري؟ شوفي، أنا تأثرت جدا 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 بملاحظة الرئيس على الإعلام على البرنامج بتاع الدوم، اسمه بتاع الدوم اللي هو بتاع المواهب، اكتشاف الفنية، وأيضا بالعباقرة. ده معناها إيه؟ معناها أنه الحاجة الجادة والحاجة المحترمة بتثبت وجودها وسط كل الهيصة اللي احنا عشناها دي. فإحنا النهاردة يعني ده بيوري قد إيه دور الإعلام مهم، دور الإعلام في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة. وبعدين شوفي حتى دلوقتي حتى السينما بدينا، يعني السينما بدينا نرجع تاني، يعني في فيلم دلوقتي عمال طالع قالب الدنيا في مصر اسمه كيرة والجن عن المقاومة. احنا بدينا نرجع تاني نعمل حاجات إنسانية وطنية مصرية، يعني ليها هدف وليها تأثير. يعني شوفي انت مثلا برنامج زي العباقرة ده مثلا، شوفي قد ايه مهم بالنسبة لتشجيع اللي عنده حاجة يقدر يقدمها. وبرضو التاني بتاع المواهب الفنية، يعني شفنا أصوات جديدة، شفنا مواهب جديدة. كل ده الإعلام مهم جدا، وتبصير الناس بقى بكل حاجة. صح. يعني أنا لما أعمل في الإعلام أحذر الناس من أنهم يلوثوا الشوارع أو يرموا حاجات أو يعملوا، هي دي مش حاجة مهمة؟ دي مهمة جدا أكيد. طيب خلينا نروح لموضوع بقى تاني وهو مبادرة حياة كريمة. وطول الوقت الحقيقة في تأكيد من رئيس الجمهورية وفي تأكيد من رئيس الوزراء أنه الدولة مستمرة في هذه المبادرة رغم أي ظروف اقتصادية صعبة ممكن نكون مرينا بيها زينا زي باقي العالم يعني خلال السنتين الأخريتين. دلالة ده من وجهة نظرك إيه وإصرار الرئيس على الاهتمام بهذا البرنامج ومتابعته بنفسه؟ شوفي، الإنسان اللي عايش حياة كريمة ما يفكرش إن هو لا يأذي بلده ولا يسيبها. يعني إحنا ليه كان عندنا هجرة غير شرعية؟ وليه كان عندنا يعني فوضى في حاجات كتير؟ وليه عندنا انحرافات برضو في شبابنا؟ لأنه ما فيش حياة كريمة. الحياة الكريمة هي بتخلي مصر كلها كريمة، لأنه الحقيقة حكاية حياة كريمة دي من أروع الإنجازات ومن أروع الخطط اللي استحدثت بعد ثورة يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لأنه الحياة الكريمة يعني أنا النهاردة لما أحس أن أنا قادرة عايشة في مسكن محترم وباخد كفايتي من الطعام وبشتغل
وولادي بيتعلموا، ويعني كل الحاجات مريحة وبعيش حياة كريمة، ما حدش بيأذيني، ما حدش بيمنعني ان انا اتكلم. دلوقتي اي حد بيتكلم بيقول بنقول اللي احنا عايزينه يعني، عارفة؟ بس اللي احنا عايزينه كمان مش بالضرورة لازم يبقى عشان ناخد الختم بتاع الجماعة اياهم ده يبقى معارضة وخلاص، لا، ممكن يبقى يعني تقييم وإطراء الإنجازات المحترمة عشان نشجع يعني نزيد أكتر منها يعني. يعني يبقى بدل مصنع يبقى 20 مصنع، بدل مدرسة يبقى 50 مدرسة، بدل مساكن يبقى 100,000 كده يعني. المشروعات اللي بتقدمها المبادرة دي فعلا يا أستاذة فريدة بتأثر إزاي على قيمة ونوعية الحياة اللي بتتقدم للمواطن المصري؟ على كل حاجة. أنا النهاردة والخدمات كمان اللي بياخد. طبعا طبعا، أنت عندك الخدمة الصحية، التعليمية، العمل، المسكن، يعني في حاجات كتير جدا 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 بتتحقق النهاردة، وده اللي مخلي زي ما تقولي اللي مخلينا يعني تغلبنا على صعاب مرعبة. يعني في دول النهاردة ودول كنا بنسمع عنها على أساس إنها حاجة كبيرة قوي، النهاردة بدأ يبقى عندها مشكلة في الطعام. وده ليه؟ لأنه إحنا يعني عندنا قيادة مؤمنة كمان بقدرة المصريين، ومؤمنة بالإرادة المصرية، وإنها لن تعلو عليها إرادة أخرى، بس ده كان بيترجم عملياً على أرض الواقع. فالنهاردة كلنا بنحاول نبقى يعني إيد واحدة ونكمل البناء وننهض بمصر كما يجب أن ننهض بيها وكما تستحق مننا. بس بعيد عننا أهل الشر زي ما بيقولوا، أو فرق الشر يعني. أكيد. أنا بشكرك شكراً جزيلاً. الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشوباشي شرفتينا. شكراً. شكراً لحضرتك، وبشكر حضراتكم، ونشوفكم إن شاء الله بكرة في حديث الأخبار. إلى اللقاء.